يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا على مسألة قد لا يلتفت إليها كثير من الأزواج والزوجات، بتوصل للناس إلى كم من تعجيل مسائل الطلاق بدون ما ندري. يا سادة خلينا أكثر يقظة، خلينا أكثر حرصا على الكلام الطيب، خلينا أكثر يقظة عن أن احنا نفضل قريبين من بعض، خلينا أكثر يقظة على أن احنا نرفع من قيمة الحوار، خلينا أكثر يقظة على أن احنا نمتنع عن الكلام المسيء ولا الكلام الجارح. من وقت للتاني إذا قلت كلمة والكلمة دي حسيت أن هي جرحت شريك حياتك، اعتذر. الاعتذار مش هيكون سيء، ولكن الاعتذار ده هيكون جبر للخاطر ومحو للأثر السلبي لهذه الكلمات. يا رب اجعلنا فينا من القوة وفينا من العزيمة وفينا من اليقين من مددك أنك ستساعدنا على أن نمحو كل التراكمات من قلوب شركاء حياتنا، حتى نكون من أهل الطيب الذي من أهل الطيب والطيبة الذين تحبهم يا رب العالمين. اللهم طيب قلوبنا فنطيب قلوب شركاء حياتنا، لأننا نريد أن ندخل في ساحتك يا طيب، ونعلم أنك طيب لا تقبل إلا طيبة، فاجعلنا من الطيبين المطيبين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.